اتفضل يا حاج بسيوني. وعليكم. وعليكم السلام. مرحبا. عامل ايه يا حاج زلط؟ الحمد لله يا والله بقى. والله وحشت. وانت اكتر. الله. ايه يا ابني انت فينك كده؟ ويقولك الحاج بسيوني راح، الحاج بسيوني جه، واشوفك على النت مع العيال. لا 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 لا، وانت انت مبدع الدنيا. سمعت الفيديوهات بتاعتي؟ ده فيديوهات رايقه. بقول لك انا جاي قرفان ومخنوق من العيال واللي جاب العيال وخلفتي. انت كل لما تجيلي بقى. انا زهقت يا حاج زلط خلاص. كل لما تجيلي تقول للعيال العيال. بس انت قعدتك رايقه بقى، اروق دماغي معاك. اعمل الشاهد لعمك الحاج بسيوني يالا. حاضر يوم. المهم بص، الواحد هربان من العيال، واد لزلزه خارب بيتي وقرفني في عيشتي. ليه؟ اهو هربان من يابا. اهو يابا جبنا سيره القط بتلاقي نوت. اهو بينادي زمان الحان يابا. اتفرج يا عم. انا بقى ما اشوفه عايز ايه. اذن فيه بقى يا لزلزه. عايزك في حاجه مهمه كده، ما ينفعش حد يسمعنا. يعني حاجه مهمه قوي؟ قوي. لا قول يا حبيبي، الحاج زلطه مش غريب. يا ابني الكلب انا زي ابوك. مهم. طب الحاج زلطه قول مش غريب. حاج زلطه قول يا ما تغمزنيش، قول حاجه زلطه مش غريب. انت هتسمعه. اتكلم يا ده ابوك الحاج. قول بس يابا. تعالى بس كده عشان لا عليا الحركش ده قدام الحاج زلطه. خلاص يا ده ابوك حلف يا بالحرنكش. انا ما اقدرش اكسر الحرام. قول عايز ايه بس. اوعى تجيب لي سيره فلوس ولا اي حاجه. لا 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 ما تخافش. انا عايز حاجه بسيطه خالص. عايز اجيب عيد الام. وانا من ولد العم يا امك ولا امي؟ ماشي يابا، ما هي مراتك بقى. انا اللي عايز اجيب حاجه لمراتي حق جزارة. طب انا اللي هجيبها. وانا هقول لك انت اجيبها. ما انا بدخل عليها بقى. وبيقولوا عيد الام. انا اقول لك انت بتحب امك تروح تجيب لها بعيد عني. اصل على الحركه اولع فيك وفي امي. لا سيبك من الحركه ده. انت عايز يلا مش هيحلين عليا الحركه ما هيحلين. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. انت تقوم من قدام دلوقتي عشان ما تطيرش رقبتك، عشان لو حرفت بالحركش انت عايز. خلاص يا حاج بسوني. روق كده، انا هجي لك شغل. روق. قوم ولا مش هتقوم؟ انا مانيش قايم. بقول لك مش هيحليه. بس انت مش عايز عيد الام؟ اه انا هظبطها جدا. انت يا حاج بسوني. ايه ده بس عليا؟ ايه ده بس؟ انا نعرف العيد الام ده كنا بنجيب بوك الاول زمان. باتنين كان بجنيه وربع. كان بجنيه وربع، كان ب75 قرش. انا هرن لك على الواد بتاع محل الهدايا، واد صاحبي معرفة. تمام؟ انت طلعت مجنون بقى يا حاج بسوني. وتقول له طب ابن الحاج بسوني. لازم ارن عليه. الو السلام عليكم. انت وابنك. يا ده انا الحاج بسيوني ابو شقه فعلا. الواد ابني لزلزه دلوقتي هيجي لك. ها تدي له هديه عيد الام بس ما تحرقش، عشان لو حرقت هولع فيك وفي المحل. هيجي لك. وريني انت جايب لها ايه. نبض في نفسك. ايه الحلاوه دي؟ انت جايب لامك دبدوبه لزلزه؟ لا بس صل على النبي. ماشي. تعرف انا امك بتترهق يلا. والله يا ده المراهقين اللي عندهم 15 سنه اللي بيجيبوا عيد الحب والكلام الفاضي ده. انا عارف جاب دبدوب. ده دبدوب يا عم زلطه. ده بتاع ولا لابس كدلس يالا ولا ايه؟ انا عارف. بقول لك لابس كدلس ما يعرفش حاجه. امك هتترهق على كبر. امال ايه؟ ماشي. عندها كام سنه؟ ما انا قلت لك هنجدد. بقول لك ايه؟ انت ما تسمعش كلام. بقول لك يا حاج زلطه، وانت جبت لامك وما جبتليش؟ قلت لك يابا انا اقدر انساك يا حبيبي. وريني وريني. خد يا ايه ده الفاتوره ب 390 جنيه. يا خراب بيتك يا بسيوني. ليه؟ واحد يشتري دباديب واحد يتضرب بالاباقيب يا حاج زلطه. انا اعرف متى الدلاح. انت جاي بقى الدبدوب لامك ب 400 جنيه ولا؟ امال ايه؟ الله يحرقك عليا الحرنك. طب انت عايز جت عليا الحرنك عشان اطلق امك واحد من الدبدوب. اصبر بس. هات يا حاج بسيوني. هات يا